السلام عليكم. فرح كثير من المواطنين في محافظة تعز بتحرير مناطق سكنهم من سيطرة ميليشيا الانقلاب، لكنها للأسف فرحة لم تكتمل، فلم تكد قوات الحوثيين تبتعد كيلومترات عن المدينة إلا وتعود الفوضى، وهذه المرة على أيدي شبان لا ينتمون لغير أسلحتهم ولا يعرفون أو لا يعترفون بالفرق بين أن تحمل السلاح للمقاومة أو تحمل السلاح كقاطع طريق أو جامع جبايات. الفرق بين أن تحمل السلاح لهدف مشروع وأن تحمل السلاح لهدف ممنوع، وبين فينة وأخرى يتبادل هؤلاء إطلاق النار، يقطعون الطرق ويعطلون الأسواق ويحولون الأحياء السكنية إلى مواقع حرب عصابات تطلق النار على كل شيء وأي شيء. قضيتنا في هذه الحلقة الشهيد صادق أمين مغلس، المدني الأعزل الذي قتلته هذه العصابات برصاصة وصلت إلى منزله، بل إلى غرفة نومه قبل لحظات من صلاة الجمعة، كان حريصا على حضورها. نتابع ثم نعود. الحمد لله، له الحمد ربي الحمد واشكره يا لطيف. ده كم تصدري ده وما نخع يا وقعني، والله انها وقعني من الدك ادكم نفسي ما عمال. له الحمد لله الشكر، هو اندو وهو خذو حقه بس تعب. تعبتوا، سرح يدي ورجلي وقلبي وكله سرح علي. في يوم الجمعة قبل صلاة الظهر قلت لي أخي صادق، قلت له نروح نصلي الجمعة، فكان تقريبا في مسلحين في العمارة، عمارات الأصنك في حي المسباح، فأخي كان بيتصل لواحد بيروح يصلي المسجد، وفي اطلاق نار من الجهه من بيت الاصنق، من هنا من بيت احمد الاصنق، فطرح التلفون. انا هنا مستعد للجمعه، فعلى طول صاح يعني مسموع، جيت اشوفه، حاولت ان انا اربط له في الجهه اليسرى ايمن الطلقه، فاربع يعني مصانف من هذه اللي اسمه، ما قدرت اقطع اللي اسمه، اجاوا الجيران واللي اسمه اخذنا، وكان الدم ينزف الى 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 الى, إلى اسفل السلم، كان يتقلب فوق السرير للارض. شفت الدم، بعدين شويه رحت بصيح لاهلي شويه وهو قد خرج للدرجه، بعدين الدم بدا يسيل، كنا بنجي نروح نجيب حاجه عشان نربط لهم، ما نقدرش من الدم، ما قدر كان هذا، هاتي مشدة، ما دريت شيئا المشدة، والله ما رأيت المشدة يني، ما قدرت شعد طلب مشدة بأربع مشدات الطول هنا، لأنه كأجا في الفخ أيوة على سنة أوقف النزيف، ما استطعتش، نزيف قوي كان يعني سال إلى الباب الدم، أيوة هنا بعض هذه جينا بنسعفه، فنحسبه الاصابه كانت، انا احسب الاصابه في الرجل، فاتضحت انه بعد النزيف ان الاصابه كانت في الشريان الرئيسي، وبعدين اسعفنا الى الصفوه، قالوا لنا في الثوره قالوا لنا قاموا بالاسعاف التام، لانه هناك ما مش مبنات هنا كان اللي اسمه، فلذا هناك
في الروضه قالوا لنا يعني المهم استقبلوا النو، قالوا سيد النو قد تعبان بحاله وانتهى هنا. ما معي الا هو الا ثنتين بنات، راح ان شاء الله شو عوض والده. ها؟ ستة، ثلاث بنات ثلاث عيال. روح، قلت له الحمد لله حبيبي روحت بدري. قال اي والله اليوم بكرت بالروحة، ما يروحش بدري. كم انه جمعة، قال شا سأس مسرح نصلي. وعداء كانوا يقولوا سهون كركة، وهذا جالس دقاها هون. قلت لهم قوموها، قم من دقا القعادة يرد طاقة قبالكون. قالوا ولا شقر حاجة بعيد. قلت لهم احسن لكون. خرجوا وسمعوا انك كرقت انا هون. فيعني تصفى دمه فاسعفنا للمستشفى، مع الاسف الشديد توفي الله يرحمه. كم جلس فتره يعني تقريبا ربع، ما بين ربع، ما بين 10 دقائق الى 20 دقيقه تقريبا، لانه هذاك الوقت بسبب الناس خائفين اول شيء، وجمعه فما حصلش حد تسعفه او يسعفه. فالحمد لله اللهم لك الحمد، الله يرحمه رحمه الابرار والشهداء. وجه رسالتي الى محافظ محافظة تعز أن يهتم في هذا الموضوع، وأن يأخذ لي يتابع قضيتي ويأخذ لي القصاص الشرعي من هؤلاء الناس. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. تقاتلوا وأطلقوا نيران أسلحتهم على بعضهم البعض، وقتلوا أنفسهم وقتلوا أبرياء آخرين لأهداف لا تصلح حتى موضوعا لشجار، فضلا عن أن تكون أسبابا وجيهة لقتال، ليفجعوا أهاليهم بأنفسهم ويفجعوا أهالي أبرياء بأبنائهم وآبائهم أيضا. وأي إثم وبغي أكبر من هذا؟ ماذا سيكون عذرهم أمام هذه الأم التي أرهقت صدرها ضربا من الحزن والندم؟ وماذا سيقولون لستة أطفال قتلوا عائلهم بينما كان يستعد للخروج للصلاة؟ وبالمناسبة فهذا الشهيد ليس الضحية الوحيد لأحداث الانفلات الأمني الذي تسببت به هذه العصابات والميليشيات في مدينة تعز منتصف يوليو 2017، بل هناك كثير من الضحايا، كثير من الدماء والدموع، كلها ستتجمع لتدينهم أمام المجتمع وأمام أنفسهم وتاريخهم، وفوق ذلك أمام الله. مشاهدينا الكرام، حق المدنيين في الأمن والسلامة واجب السلطات الرسمية وواجب الجماعات المسلحة التي تعد سلطات أمر واقع. وهذا هو موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. بقليل من التأمل تكتمل الصور. أجندة، كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك سيد ياسر. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أحداث مؤلمة عانى منها سكان بعض الأحياء في مدينة تعز، مر عليها ما يقارب الشهر، وتابعناك وقتها على صفحتك في الفيسبوك، أنت وبقية الشباب من الناشطين الحقوقيين في المدينة تقدمون وقتها المعلومات لوسائل الإعلام وتضعون بعض المقترحات والحلول. نعم. هل أعدت لنا يعني سير هذه الأحداث، وما هو أو ما هي المقترحات التي ترى أنه من الواجب تطبيقها في المدينة؟ بداية نشكر قناة بلقيس على فتحها لهذا الموضوع المهم والحساس في مدينة تعز،
وفي هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مدينة تعز في الوقت الذي غفلت فيه كل القنوات عن فتح مثل هذه المواضيع التي تهم الشارع التعزي أو المواطن التعزي بشكل أخص. محافظة تعز تعيش منذ تقريبا منتصف 2016 صراعا مسلحا أو لنقل صراع فصائل أو جبهات داخلية بسبب إيرادات المالية لأسواق مدينة تعز ومنها أسواق القات. هذه الإيرادات التي لم تتحصلها السلطة المحلية أو مكاتب السلطة المحلية والمكاتب الحكومية قام بتحصيلها مجموعة من الفصائل أو بعض الفصائل والأشخاص الذين قفزوا على هذه السلطة وبدأوا بجباية هذه الأموال من هذه الأسواق ومن بعض التجار ومن أسواق القات ومن الفرزات وغيرها من الأماكن التي تدر المال الذي هو بالأساس مال اليومي. قام هؤلاء الأشخاص أو هذه الفصائل بجباية هذه الأموال ومع الوقت زادت نسب دخلهم، زادت رصيدتهم، حتى بدأ النزاع يظهر بين هذه الفصائل وبين هذه المجموعات داخل مدينة تعز في غياب ملحوظ لسلطات مدينة تعز أو للسلطة المحلية بمحافظة تعز بشكل عام. نعم. أقول أن ما تعيشه مدينة تعز بسبب النزاع المسلح الذي تشهده مدينة محافظة تعز منذ 3 سنوات بين جماعة الحوثي وقوات صالح من جهة وقوات الشرعية من جهة أخرى أدخل على الخط جماعات أخرى همها الارتزاق والتكسب على حساب هذه الحرب أو على حساب المواطنين. نعم. وهكذا تنشأ ما يسمى ب يعني جماعات وأمراء الحروب في كل حرب وفي كل أو وضع مشابه. لكن ألا ترى أنه من واجب السلطات الرسمية تقديم الحماية للسكان المدنيين في أوقات الحروب على الأقل من الناحية النظرية؟ ما هو مستغرب في مدينة تعز أن السلطات المحلية مرتعشة يدها أو عاجزة عن فعل أي شيء لهؤلاء السكان المدنيين داخل المدينة في الوقت الذي ما إذا قررت وأرادت فإنها تستطيع عمل الكثير للسكان. نعم. مدينة تعز وفي بداية 2017 شهد شبابها أو ترقم شبابها في المحاور العسكرية في المحاور الأمنية. هناك مئات الشباب تقصد المقاومين ترقموا حتى اللحظة لم يتسلموا مهامهم. لا نعرف ما هي الأسباب التي تجعل السلطة المحلية أو السلطات الأمنية في مدينة تعز تفعل الجانب الأمني وتنظم هؤلاء الشباب في جبهات داخلية لحفظ الأمن. نعم. لاستتباب الأمن لجلب الاستقرار لهذه المدينة. مدينة هذه الجماعات سيد ياسر، هذه الجماعات التي تقول أنها تتقاتل فقط من أجل الجباية، ألا تقوم بواجب مقابل هذه الجبايات على الأقل؟ يعني تقوم بتأمين الناس وتقوم بدور سلطة الأمر الواقع، ألا تقوم هذه المجموعات المسلحة بهذا الدور؟ هو مع الصراع المسلح في مدينة تعز تفككت أجهزة الدولة، البنية التحتية لهذه الأجهزة والوحدات الأمنية انهارت تماما. قامت بعض الفصائل والمجموعات بإنشاء ما يسمى أقسام شرطة تتبع هذه الفصائل، كل فصيل افتتح له قسم شرطة خاص به، افتتح له لجان عدلية خاصة به تعمل هذه الأقسام وهذه اللجان على فض الخصومات بين المواطنين في قضايا. إذن هي تمارس عملياً هي تمارس بعض مهام الدولة، ونظرياً هي كثير من هذه الفصائل إن لم يكن جميعها يعني تزعم أنها داعمة للشرعية وأنها يعني أذرع الشرعية في الميدان. ما الذي حدث؟ أين الفارق بالضبط؟ لماذا لا
يأتمرون بأوامر السلطات المحلية إذا ما كانوا فعلا داعمين، أو أنه السلطات نفسها يعني تاركة لهم الحبل على الغارب؟ هو الفكرة هنا أنه هؤلاء الفصائل وهؤلاء الجماعات أنشأوا أجهزة أقسام شرطة ولجان عدلية تفض الخصومات بين الناس، فلا هي قامت ببسط سيطرتها على هذه الأحياء التي تسيطر عليها فعليا، ولا هي تركت للأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها. فنجد مثلا قسم شرطة يقوم بحل النزاعات بين المواطنين، لكنه هذا القسم نفسه يقوم بجباية الأموال على المناطق التي يسيطر عليها. نشأت بسبب هذه الجباية فصائل أخرى تريد جباية الأموال هي نفسها، حتى حدث هذا التناحر وحدث هذا التصارع وهذا التشاجر، فأضعفوا أجهزة الدولة التي كانت بدأت تنشأ في أواخر 2016، أضعفوا هذه الأجهزة وعملوا على ألا تقوم هذه الأجهزة بدورها. كيف يمكن تقوية هذه الأجهزة سيد ياسر؟ ما هي مقترحاتكم أنتم كشباب في الميدان مطلعون على الأحداث؟ ما هي المقترحات لتفعيل وتقوية هذه المبادرات التي تحدثت عنها لإعادة دور الدولة الحقيقي بين الناس؟ أنا لا أعتقد أن أجهزة السلطة المحلية أو القائمين على السلطة المحلية لا يعرفون أدوارهم القانونية، أدوارهم الدستورية التي ينبغي أن يقومون بها لحفظ الأمن وبسط السيطرة وجباية وتوريد الأموال إلى خزينة الدولة. يعني هل تريد أن هنا القول هل تريد القول أن هناك رضا رسمي بهذه الممارسات وهذا الانفلات القائم يعني في المدينة؟ هناك رضا شبه رسمي من أشخاص مسيطرون على أجهزة السلطة الرسمية، لكنهم لا أعتقد أن بيدهم القرار أو أن السلطة الرسمية والحكومة الشرعية راضية عن أعمالهم، إضافة إلى أن المحافظ لا أعتقد أنه يرضى عن هذه الأعمال، لكن هناك ضعف يعتريه، هناك استطيع القول ايادي مرتعشه لا تستطيع ان تتواجد ان تاتي الى مدينه تعز وتقول ان هذه إرادة الدوله ينبغي ان تورد الى اجهزه الدوله الى البنك المركزي. لماذا لا تعلن لماذا لا تعلن الدوله ان هؤلاء لصوص يقومون بجبايه اموال يفترض ان تذهب الى الخزينه العامه ليعني تسير أمور الناس بالحد الأدنى؟ لماذا لا يعلن ذلك؟ يعني هل أسماء هؤلاء معروفون؟ الأسماء معروفة والجماعات معروفة، وهذه الأموال هل يتم تحصيلها وتسديدها للخزينة العامة أم تأخذ لأغراض خاصة؟ هذا الأمور يجب أن تكشف. نحن في وضع صراع مسلح تشهده أراضي الجمهورية اليمنية كلها. نعم. ولا أعتقد أن الحكومة الشرعية باستطاعتها أن تشرف على كل الأمور في المناطق المحررة، وهي حين عينت محافظين ووكلاء ومكاتب تنفيذية في مدينة تعز، فهم هنا يمثلون السلطة الشرعية ويمثلون الحكومة الشرعية، وهم من بيدهم تثبيت الأمن، من بيدهم ردع كل هؤلاء الفصائل، كل هؤلاء الجماعات. فقط الحكومة الشرعية تستطيع أن توجه زعماء هذه الفصائل بأن يمتنعوا عن استلام هذه الأموال من الأسواق، عن الكف عن الصراع البيني إذا استقرارهم داخل مدينة تعز. نعم. هناك موظفين رسميين للأسف الشديد يتعاونون مع هذه الفصائل، يتعاونون مع هذه الجماعات، هم أنفسهم يساعدون على اختراق القانون، يساعدون على الاختراق الأمني الموجود في مدينة تعز. هؤلاء الموظفين الرسميون يعرفهم سكان مدينة تعز، يعرفونهم بأسمائهم بشخصهم. وأعتقد أن هناك عدد من التقارير رفعت إلى الحكومة الشرعية بهؤلاء الأسماء، لكن هناك عجز لدى الحكومة الشرعية في أن تتخذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد هؤلاء الأشخاص. لا يوجد عجز مقبول يمنع أي سلطة في العالم إن عجزت عن التواجد في الميدان أن تعلن من يقوم بهذه الانتهاكات، من هو اللص ومن هو المنفلت ومن هو خارج الإطار الشرعي. يعني يظل حتى الإعلان هو
يعني إجراء بحد ذاته يمكن أن يردع هؤلاء. الآن وصلت الأمور إلى حد قتل الناس، ولدينا كما في حلقتنا هذه أحد الضحايا وهو أب لستة أطفال. في ذمة من سيكون دم هذا الضحية وأمثاله؟ أنا أعتقد أن هذا الشخص ليس أول ضحية في مدينة تعز في شهر، فبسبب الأسواق وإيرادات الأسواق أو اشتباكات الفصائل على هذه الأموال قتل خلال 2017 18 مدني بسبب هذه الاشتباكات، وفي الشهر في هذا الشهر قتل 8 مدنيين بسبب الاشتباكات ما بين فصائل وجماعات داخل مدينة تعز بسبب هذه الأسواق وبسبب هذه الإيرادات. إذن نحن أمام 26 ضحية رصدتهم أنت فقط، يعني ثمن لمسألة جبايات عائدات وضرائب ما يسمى يعني ضرائب القات أو الإتاوات بالأصح، لأن الضرائب لا تفرضها إلا الدولة، والضرائب لا تجبيها إلا الدولة، والضرائب لا تجبى ولا تفرض إلا بنص قانوني، وما يقوم به هؤلاء هو كما أراه إتاوات تفرض على الناس ولا فرق بينهم وبين الميليشيات الغازية التي جاءت لاقتحام المدينة والتنكيل بها، وقاموا هؤلاء باستكمال ما فات على أولئك. ألا تشاطرني الرأي سيد ياسر؟ نعم هي إتاوات، لكنها ليست حقا لهذه الفصائل وهذه الجماعات، هي حقا للدولة، حقا لأجهزتها، حقا لمؤسساتها الإرادية والمالية. أقول أنا رصدت 18 ضحية بسبب هذه الاشتباكات بين الفصائل بسبب إيرادات الأسواق، إيرادات التجار، 18 مدني في بسبب هذه الاشتباكات، 8 منهم في شهر يوليو لوحده. كانت أعنف المواجهات بسبب إيرادات أسواق القات أو أسواق المدينة في هذا في الشهر الفائت. هل تم التحقيق في أي من هذه الجرائم التي ذكرت أنكم ترصدونها كناشطين؟ لا أعتقد أن الأجهزة الأمنية قامت بالتحقيق في هذه الجرائم أو حتى فتح تحقيق جدي، أو هناك استطيع القول أنه وساطات وتدخلات من السلطة الرسمية. هذه حقوق لا تنفع معها الوساطات، لابد أن يعني تثبت حقوق الضحايا، وأن يعني هذه دماء، أي وساطات في دماء؟ شاهدنا في شهر يوليو الوساطة التي فضت هذه الاشتباكات، وكيف أنهم حلوا بين المتخاصمين بإجراءات شكلية ونسوا الضحايا ونسوا المدنيين الذين سقطوا بسبب هذه الفصائل. الأجهزة الأمنية هي في طور تأسيسها وهي ضعيفة حتى اللحظة. نعم. والقائمين على هذه الوساطات هم موظفين رسميون رضوا بأن يكون المدنيين ضحايا وأن تهدر دماؤهم إرضاء لهذه الفصائل وحتى تتوقف الاشتباكات. نعم. السكان المدنيين أنفسهم مستلبي الحق، لا يستطيعون أن أو لا يجرؤون على تقديم شكاوى ضد شخص أو آخر بسبب هذه الاشتباكات، لأنهم لن يلاقوا انتصافا، لن يلاقوا أي حتى حماية أثناء التقدم بالشكاوي. لكن هنا يأتي دور المنظمات الحقوقية في رصد وتوثيق هذه الجرائم وحفظ حق الضحايا بهذا الشأن. ما هو تقييمك في مسألة التوثيق لهؤلاء الضحايا تحديدا لهذه النوعية من الانتهاكات؟ نحن نعمل على توثيق هذه الانتهاكات بسبب هذه الاشتباكات التي تحدث داخل مدينة تعز، والتي يستطيع القول أنها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هؤلاء السكان المدنيون. تستطيع السلطات الرسمية فيما لو كانت هناك إرادة جادة وقوية تستطيع أن تحزم مثل هذه الأمور، تستطيع أن تحقق إلى أن يحدث ذلك يظل التوثيق الآن. نحن نعمل كمنظمات. نعم. نعمل على توثيق هذه الانتهاكات، نعمل على رصدها، هذا هو الدور الأهم، نعمل على فضحها بتقارير وتوثيق الشهادات. نعم. بتقارير، وإن تأخرت مثل هذه التقارير لكننا لن نسكت على مثل هذه الانتهاكات لحقوق السكان المدنيين داخل مدينة تعز بسبب
ضعف وغياب السلطات الرسمية أو صحيح. لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم. المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الشهيد صادق أمين مغلس، تم الرصد، في أمان الله.